إذن متابعينا الكرام ننطلق مع شوطنا العاشر الذي يضم في طيات الجعدان الفطامين لنجوم المستقبل، وهكذا ينطلق هذا الشوط يحمل في طياته أيضا هذه الأسماء وفئة الصعوب. مباشرة إلى أيضا مقدمة شوط لشاهين لسالم بخليفة الدرعي، يقدم لنا شاهين على الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني التواصل من شاهين محمد بن عبيد محلوس بالذيبان العامري يقدم لنا شعاره مع المركز الثاني، حيث الدخول على رابع الأسماء يأتي مشكور لسهيل بن محمد العشيقة العامري، بينما الوصول في هذه اللحظات والقدوم متابعينا الكرام المشكور ياتي في هذه اللحظة، وهناك يصل متابعي الكرام شاهين محمد بن عبيد محلوس بالذيبان ومحمد الحوز بالذيبان العامري، نعم بالفعل يتقدم في هذه اللحظات، وهناك شعار بالرملي قادم ايضا مع شاهين، من خلال ايضا تواجد شعار سالم بالرملي العامري. هذه النتيجة والعودة الى الصدارة الاولى الى شاهين متابعينا الكرام، ومحمد بن عبيد محلوس بالذيبان العامري يقدم لنا شاهين باحث عن نقطة ثانية في هذا المساء، باحث عن نقطة ثانية في هذا المساء الرائع والجميل، مقدم لنا شاهين وانطلاقاته شاهين وتحدياته على الصدارة الأولى على المركز الأول والاندفاع الأول. سلام بن حلوس، سلام شعار الناموس، سلام تهانينا والناموس، والنقطة الثانية لهذا الشعار محمد بن عبيد بن حلوس بالذيبان العامري. هنا مشاهدي الأعزاء النقطة الثانية، سلام شاهين تهانينا والناموس. المركز الثاني الدخول من شاهين سالم بخليفة الدرعي، بينما ثالث الأسماء المركز الثالث شاهين لسالم بالرملي العامري، قدم لنا شاهين على ثالث الاسماء. اذا عودتنا بالثانيه والناموس لمالك شاهين محمد بن عبيد بحلوس بالذيبان العامري، مقدم لنا هذا الانطلاق الرائع والجميل، والتوقيت الزمني كان مشاهدي الاعزاء دقيقه 55 ثانيه، اربع اجزاء من الثانيه. تهانينا وناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار.